نبدا من عندك يا فاروق. يلا بينا. عندنا يوم الاحد مباراتين في منتهى القوه، يعني حتى انا النهارده في الانترو كنت بقول ان هم يعني ايه كل حاجه في الكوره اتجمعت في يوم واحد، ريال مدريد وبرشلونه كلاسيكو الارض، وافضل مباراه يمكن بتقام منذ سنوات مباراه مانشستر سيتي وليفربول، فالمباراتين يوم الاحد مع بعض، يعني كل الناس اللي بتحب الكوره قاعده قدام التلفزيون يوم الاحد. نبدا بمين؟ خلينا نقول الكلاسيكو لان هو اللي هيبقى بالكلاسيكو. هو البدري، وطبعا هيبقى فيه كده تعارض في اخر يمكن تلت ساعه وربع ساعه من المباراه، لكن هتضطر تكمله بعدين تروح لمانشستر سيتي. حرام حرام، لازم ينسقوا مع بعض في اسبانيا. الموضوع صعب، بس لو بنتكلم لو بنتكلم بقى على الكلاسيكو وريال مدريد وبرشلونه، شايف ان هو واحد الكلاسيكو بتاع الدور الاول والدور الثاني هيبقى واحد من امتع المباريات اللي موجوده في روزنامه الاوروبيه السنه دي الموسم ده. ليه؟ لان الفرقتين بصراحه انا شايفهم مع مانشستر سيتي هم افضل فرق موجوده حاليا في اوروبا. هايل. على المستوى الفني وعلى صعيد النجوم وقائمه الفرقتين، انت بتشوف الدكه الاحتياطي في برشلونه او في ريال مدريد كلهم لعيبه اساسيه، كلهم لعيبه تلعب في اي فرقه تانية. بنشوف برشلونه في تدعيماته الصيف ده خليته فرقه ازاي قدر يحقق انتصارات في كل المباريات ما عدا مباراه واحده وهو نفس سجل ريال مدريد، والاثنين بيتصارعوا على الصداره مع تساوي النقط. برشلونه لحد دلوقتي دخل فيه هدف واحد بس في الدوري الاسباني، دليل ان هو تعزيزاته الدفاعيه كانت ممتازه جدا. يمكن المشكله الكبيره في الكلاسيكو انه ما بقاش فيه مدافعين متاحين ضد ريال مدريد. المتاح يا عيني جيرارد بيكيه اللي هو يعني في حاجه غلط كده، ان كل المدافعين اللي كانوا موجودين في مركزه اتصابوا وهو لازم هيلعب اساسي في الكلاسيكو. المباراه المفضله بالنسبه لجيرارد بيكيه وجنبه ايريك جارسيا، هم الاثنين اللي المتوقع ان هو يبدا بيهم. كوندي واروخو وكريستنسن قلوب الدفاع كلهم اتصابوا، وحتى تشافي قال انا مجهز البديل بتاعي هيبقى فرينكي ديونج. فرينكي ديونج هو جربه في ماتشات التحضيريه في امريكا في مركز قلب الدفاع، فهو هيبقى الاحتياطي بتاعه. برشلونه بنتكلم في فرقه قدرت يبقى اللعيبه الجداد انسجموا بسرعه مع المنظومه، وده نابع من وجود تشافي. وجود الدي ان اي بتاع برشلونه، وجود خطه 4 3 3 ومع وجود لعيبه خبره مع لعيبه شباب، بنشوف ان هو بيدخل بيعمل الميكس ده كويس جدا. فحاليا برشلونه من افضل الفرق الموجوده في اوروبا. الناحيه الثانيه بقى انشيلوتي، وبنتكلم على فرقه عندها ثبات انفعالي، فرقه الموسم اللي فات لعبت تقريبا فرق اوروبا الكبيره كلها وقدرت تتفوق عليها. فريال مدريد في الماتشات الكبيره برده هو فرقه في منتهى القوه، الند بالند، ماتش هيبقى قوي جدا. والدوري الاسباني احنا شايفين في فرق كبير ما بين برشلونه وريال مدريد وبقيه الفرق. فاحنا بنتكلم مباراتين هم اللي هيحددوا المنافسه وشكل المنافسه في الدوري الاسباني. على الجانب الاخر في انجلترا، هكتفي بتصريح بيب جوارديولا اللي قال فيه مباراه ليفربول هي الاختبار الحقيقي والاختبار الاهم بالنسبه لي في الدوري الانجليزي. رغم ان ليفربول في المركز العاشر وبعيد جدا عن المقدمه وبعيد جدا عن مستواه، لكن بالنسبه لبيب جوارديولا هو الاختبار الحقيقي، لان وجود يورجن كلوب لا تأمن ابدا ليفربول مع وجود يورجن كلوب. فالمباراه برضو هتبقى فيها نديه واثاره بعيدا عن مركز الفرقتين وبعيدا عن مستواهم الحالي. اعتقد ان ليفربول قادر ان هو ينافس مانشستر سيتي وقادر انه يتعب مانشستر سيتي. لكن على الجانب الاخر حاجه مهمه جدا لازم نذكرها، ان مانشستر سيتي في دوري الابطال اراح هالاند، اراح فودن، اراح لعيبه كتير تحسبا لمباراه يوم الاحد. وليفربول برضو اعتقد انه لعيبته يعني مفيش ارهاق، مفيش في دايما مدوره، فالمباراه هتبقى برضو ند بالند ومباراة طبعا منتظرة. فاروق اولا صحفي شاطر، محلل شاطر، فاول ما خد المايك اتكلم في كل الماتشات. انا نفسي اوقفه يعني، اول ما كنت عايز اقول له استنى نخلص الكلاسيكو، هو قال لك انا هخلص لك على اليوم كله. انا عجبتني القعده بقى، فخلاص مريح معاك بقى.